Sen anlat Karadeniz. أمي رحوم تعالي أنت قاعدي هون. لا بسيطة مشي هيك الليلة ابني اقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. طاهر طاهر خير؟ شو في؟ ما في شيء. الأكل ما له طعمه، أكلكن وين نكهته؟ وهات كمان ما له طعمه. ليش يعني أبي؟ معقول نسيانين نرش ملح؟ مو هاد السبب، في شي تاني بنتي، هو اللي طير له البركة والطعم للأكل اللي على سفرتكن، في شي ناقص، والشي اللي ناقص كبير. مراد؟ قول شيخي. تعا يلا ابني، خد ايد اخوك الكبير وبوسه مشان نعرف ناكل لقمتنا وبعدين منشكر الرب. مراد، سفرة الاكل الى طقوس يا ابني، الزعل ما له مكان على السفرة، المفروض تكون قلوب اللي قاعدين على السفرة صافية. ها؟ ايدك ولا تعرف اني بعصب وما بعود بشوف قدامي، ما تواخذني. تعال هون تعال. تقبر قلبه لاخوك ولك ازعر. الله يخلي لي اياك. ولك انت روحوا لاخوك مصطفى وبتعرف هالشي منيح، ولك بتعرف ولا لا؟ طاهر يلا يا ابني. شيخي بلاها هلا. يلا يلا طاهر. او طيب تكرم. شوف انا لما بعصب لساني ما بينمسك، تعرف، ولهيك ما تواخذني. حبيب اخوك انت. تعال هون لشوف. صرت طولي وبس، طولي واطول مني كمان، ولسه الشحش اللي هنيك بعدين بشوف طوله. تعودوا ورجعت طعمته للاكل، والله رجعت فهموني لشوف كيف صار هيك. يلا انت وياه روحوا عدو. تفضلوا يلا تفضلوا. شو تاكلي حبيبتي؟ بدي سلطة. رح صب لك من هي، انت بتحب واحد. طاهر شوفي كمان، سمعت انه هالولد الحلو اللي جنبك رح يتطهر. ايه والله صح، بده يتطهر ان شاء الله. ايه وبحضن مين بده يتطهر؟ كنت عم فكر انت تاخده بحضنك. ايه بحطه بحضني انا. ليش بالحضن؟ مشان ما تهرب، المفروض حدا يمسكك. ليش لأهرب يعني؟ من القص. خلص فاتح، ليش عم تخوفه للولد؟ جيت بطل ما بيخاف، كلها نتفي هالقد. ليش بده يمسكني عمو مصطفى وليش بدي اهرب؟ ما فهمت. يلا كمل اكل، بكره بتعرف. بس مراد بعت لي رساله وقال لي انه هالزلمه مات، وامي عم تقول انه اجى لهون. مراد واهله مفكرينه مات، معناتها بيكون عم يخطط لشي سيء. لازم هلأ فورا نخبر مراد بالموضوع، أكيد فيدات رح يعمل فيهم شغلات بشعة. يا ويلي.
ليش تأخر هالزلمة؟ يلا روحوا شوفوه. هو من شوي طلع، ما حكى أي شيء. أكيد ما خبرته بقصة خطف آسية، ما هيك؟ لأنه هالمرة رح أنجبر أعمل مثل ما بيقول فكرة، يعني مسدسي. هالمرة مو بس رح أسحبه من خصري، عم تفهم؟ فهمت عليك يا بيك. خير، يلا روحوا من وشي هلأ. فكرة شبك، بعتت وراك لأنه بدي دعم، مو ناقصني مين يعطلني. كيف بتشربوا لهاد؟ أنا وياك طلعنا مو متفقين على شي بهالحياة بنوم. طاهر؟ نفس. أنت وأخوك مصطفى تخانقتوا اليوم، ما هيك؟ مو خناق، بس هو عصب. بالأول أخي مصطفى كان عم يحكي مع مراد مشان الفيديو تبع فيدات وكبرت شوي، بس حليناها مثل ما شفتي. أنا بالموضوع يعني. نفس، شو حكينا؟ خير إن شاء الله يا سبع، شو صاير؟ حبيبي شوفي لتكون خفت من صوت الرعد القوي. مو كتير خفت، بس يعني هالمرة الصوت أقوى من غير مرات. ايه يعني شو منعمل؟ ما رح نعمل شي. تعا حبيبي. أنا من الأول فهمان عليه. هوبا. ليش حيمسكني؟ بوقتها رح تعرفيت. مرق اليوم بالمزح والضحك، عنا كتير شغل بكرة، بس حيمرق على خير. أول شي منجهز تياب لطهور، رح تصير باشا. أنت بتتذكر الولد اللي شفته واقف بهديك السيارة؟ ذكرته ما؟ ها رح تلبس مثله أنت. أنا عند السبيل، تعال. نزار، نزار، ولا انت ما بتفهم بالمره؟ ها انا شو قلت لك؟ ما قلت لك شيء؟ ما بتفهم مراد؟ انا شو قلت لك؟ انا شو قلت لك؟ ما عم تفهم؟ ما قلت لك بعد عم بدي؟ انا شو قلت لك مراد؟ شو قلت لك؟ لك جاوبني، ما قلت لك بعد عم بدي؟ ليش ما عم تفهم؟ ليش؟ والله لك الدم بدي موتك بأرضك يا ابن الكلب. ليش ما عم تفهم علي؟ ولك كم مرة قلت لك لا تقرب على بيتي؟ ولك كم مرة قلت لك ما عم تفهم؟ قلت لك لا تقرب على بنتي؟ ولك بدي موتك هون، بدي موتك. وقفني خلال الولد فركان، انقلعي من هون. قلت لا تتدخلي، بدي موته بأرضه. موت لك، بدي موتك بأرضك.
بعدك. خود. الله يوفقك جميل. جميل. ارجعي. بدي موته. ما ودته يمكن. اسمعني. إذا هو راح على أمر أنت وأنا راح يحبسوك. قوم. بكفي اتركه. هدي بالشرف. ليك ولا. هدي حالك. قول لأخواتك. جميل. راح تموتوا كلكم. بوعدك راح تموتوا كلكم. كلكم بلا شرف. فو عليك. خلاص اتركه. يا ابن الكلب. يلا خليني اشوفك مرة تانية. راح موتك. راح موتك. قوم انقلع. اتركيني تركان. بدي اخلص علي الكلب. لازم يموت. لك لازم يموت. عم تفهمه لازم يموت. نصر حبيبك منيح. كوني قوية. الحمد لله. شو لسه ما نمت؟ المنظر حلو كتير. بتركه وبنام؟ وأنا مو قدران انام. ليش شوفي؟ أنا زعجتك بشي؟ يلا مراد. 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 لك وينك مراد؟ هون أنا هون. جيت. شو صاير معك؟ شوفي. ما في شي. أنت منيح؟ ايه منيح. ما فيني شي. لا تقولي لحدا. هاتي الكيس وروحي. ما تواخذيني إذا عشتك بهالوقت. بس ما فيني روح على البيت بهالحالة. اتصلت بفاتح ما رد على موبايله. شكله نايم. يسلموا لأنك اجيتي. رح دور على صيدلية منوبة بجيب أدوية وبرجع. مسيك هاي التيابي اللي طلبتهم. بدل لبين ما أجي. براك. روحي على البيت. اصحك تروح لأي مكان. أنا شوي وبرجع. رجعي على البيت. شو بردتي؟ مو برد بس أشعر بدني شوي. طاهر؟ نفس؟ تتذكر لما قلت لك فيك تكون بطل بس ما فيك تكون زوج؟ ايه بتذكر. بس اليوم انا لما كنتوا عم تصيدوا سمك كنت عم راقبكم. ايه شو شفتي؟
هي مو أول مرة براقبكم. شفت إنه ييت هو ومعك بيكون مبسوط. لما بتعلمه شي بيطلع بنص عيونك. هالولد بيموت فيك. وأنا كمان. بس لو أنه ما شلفنا هديك السمكة بالبحر. براك؟ براك؟ شو في خير؟ انتي معقول تضلي فوق راسي؟ اوف، كفلت وما حسيت على حالي. قلي انت متحمل؟ يعني قصدي الوجع تبعك متحمله؟ ايه متحمله، انتي لا تخافي. يلا قومي نمشي من هون بلا ما حدا يشوفنا هلا ويفهمنا غلط. يلا لشوف، يلا اطلع، يلا 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 يا باشا. طاهر ليش ما اكلتوا لكم شي لقمه؟ كنتوا كلوا بعدين روحوا جيبوا الاغراض. اليوم عنا شغل كتير لانه بناكل برا اذا جعنا. يلا مرتاحين. الله خاطري انتبهوا على حالكم. صباح الخير. صباح النور فاتح، تفضل. شو ابني مالك اكل من يومين؟ عم اهلك شوي شوي، شو صاير لك؟ امي في عنا شغل. آسية استعجلي يلا. ليه استعجل؟ شو هالسؤال؟ بدنا نروح على الدكتور. حابب شوف ابني. فاتح برك من عندك. تفضل أخي. وينه أخوك؟ لساته نايم؟ لا هو طلع. لوين؟ ما بعرف، أسأل إنه في عنده شغل. بالله جد؟ منيح. أنت كمان الحقه، بتضلوا فوق راس الشغيلة، بخلص وبيجي لعندكم. طيب أمرك. لك ابني شبك على الأقل خد لك نفس بدل ما تختنق وتموت. أمي مو هيك بتكون الأمومة من عند الصبح، بعدين في أم بتفول بالموت على ابنها؟ أستغفر الله. عادي هي بتعملها. أنا صار لازم أقوم لجهز حالي. يلا استعجلي. بسم الله. يلا على مهلك. يا بنت على مهلك عم أقول. يلا يا سبع لشوف، ارجع لورا وحط حزامك. يلا يلا لشوف. برافو عليك. كنت رح أفطر برا بس ريحته للكعك طيبة كتير، قلت يمكن أسماء تكون بتحبه مثلي. وجبت جبنة وأنا في عندي شاي ولسه ما فطرت، معناها منفطر سوا. طيب موافق. وين كاينة انت وياه؟ ولك مين عامل بوشك هالخريطة؟ ما في شي امي، ما في شي، تخانقت مع اثنين سكرانين امبارح وضربوني. والله ما في شي؟ انت شلون عم تقول هيك؟ مو شايف الحالة اللي انت فيها؟ معقول؟ مين اللي ضربوك؟ ما بتعرفون؟ والله يا امي كنا رح نتعرف بس بلشوا يضربوني وما لحقت اسألهم عن اسمائهم، ما عرفتهم. فهميني بقى،
انت شو عم تعملي مع مراد من الصبح؟ نحن ما كنا مع بعض، صدفته بالطريق. قلتي لي صدفتوا بعضكم بالطريق ما هيك؟ هالطرقات بعرفهم منيح، اصبري علي شوي. لازم شوف جيلة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. شو لوين رايح؟ طهور ابني وراح احضره يعني. مع انه ماني معزوم بس اذا ما حضرت ما بيمشي الحال، مهما كان بطلع ابوه ولا انا غلطان. يعني رايح تخرب حفلة الطهور ما؟ رح أخرب دنيتهم كلياتها. اسمع، أنا وياك أساليبنا بتختلف عن بعضها شوي. مثلاً أنا ما بقدر أكون صبور مثلك، يعني ما تفهمني غلط، أنا كتير معجب فيك. أنا جربت وصبرت مثلك، حاولت كتير كمان، بس كل يوم عم بستنى عليهم وبكل يوم عم بصبروا، عم بعطيهم فرصة لحتى يسرقوا شغلاتي. اليوم مثلاً سرقوا مني حفلة طهور ابني الوحيد. إذا بنطر كمان ما بيضل شي ملكي، لأنه صبري لمصلحتهم هنن. خلص بكفي هالقد صبر بقى. بس ما بتبكي ها؟ ييت سبع والاصبع ما بتبكي. الباشا ما رح يبكي بنوب. يلا وينه ليك يا زلمه؟ روحي يا بنتي روحي، ما بصير الله يوفقك. خلي ايدك خفيفه ها؟ غير وجع دكتور، من غير وجع. ما شاء الله. خلصنا حبيبي، خلصنا. مبروك. برافو حبيبي، برافو حبيبي، خلصنا. مبروك. يلا على مبارك. الله يبارك يا رب. يلا تفضلوا. ان شاء الله الف مبروك يا جماعه. يبارك فيك رب. ارجو ان شاء الله. يلا يلا لشوف، يلا وسعوا اجا العريس، غنوا له عريس الزين يتهنى. كثير توجعت حبيبي. لا تسألي، توجعوا مشي الحال. شوف ابني، أول هدية رح تكون مني أنا، وهي هي. اسمع ابني، تمسكها من هون وبتفتحها. أوبا، بس هي بدك تنتبه منها منيح، لأنه هي حد كتير ما بتقربها من مخلوق نهائيا. مفهوم يا ابني الحلو؟ حبيتها؟ وهي بتتسكر هيك. مسيك لشوف. مصطفى؟ نعم.
البابا عطاك هذا الموس لإلك؟ يعني على طول صار ملكك؟ شكل الموس عجبك ما هيك؟ ايه أخي كتير عاجبني. طيب خود امسكه. انت عن جد عم تحكي؟ ايه طبعا عن جد. تذكرت مو هيك؟ طبعا عم اتذكر. كنا وقتها نقعد فوق اسطوح البيت. هي والله. الله لا يحرمني منكم. نفس اسمعي. بإذن الله رح يصير أحلى شاب وتشوفي خلفته كمان. إن شاء الله يا رب. آمين آمين. أخي اسمع، بدي أقول شيء. إيه قول لشوف. يعني مع أنه أنت مربي كرش كبير وما بعرف إذا رح يكون مقاسك. أي كرش ولا تقصد هاد؟ آسية شو اسمه هاد؟ نفخة مصطفى نفخة. اسمه نفخة، سمعتوا لا؟ ايه نفخة نفخة. اسمع شو خطر على بالي. شو خطر اللي؟ ولك شو في براسك؟ يلا قول لشوف. شو؟ الله يرضى عليك ويخلي لي اياك. شوفي ما شاء الله. ما رح تطلع يا مجنون؟ شو عم تلبس العباية؟ طلعت فشخر علينا. وهي اجيت يا طربزوني ويلي اسمك معبي الدنيا. رح ارقص معك هون. يا موسيقى اعزفي ورقصيني يلا. ما تقولها. ايه أسرع. يلا
حبيبي. ألف مبروك يا عمركم يا حبيبي. الله يبارك في عمركم. وانتم شكرا يا شيخ. الله يبارك في عمركم. يلا خاطركم. تصبح ألف شكرا وانتبه على حالك. الله يبارك بعمرك. أهلا وسهلا. شرفتونا والله. نورتينا. يبارك بعمرك. إن شاء الله بتشوفوا أهلا وسهلا. مع السلامة. مبروك. شكرا. تصبحوا على خير. ألف مبروك. شكرا كثير. يخليكم يا. يسلموا. شكرا. يبارك بعمرك. ما شاء الله عليك طاهر. يسلموا. أختي نفاس. لوين عمي؟ كمان أنا بدي أمشي، لا تواخذوني. قاعدين شيخنا، ليش رايح؟ والله بتمنى، بس أنا زلمي ختيار وما بعرف إمتى وين ممكن أغفى، وبس غفيت ما عاد في. الله يعيننا. لا تقول هيك، لساتك شبي أول عمرو. يا ابني عن جد تعبان اليوم. عمي أصمان بوصلك بطريقي معناتها، وبناخذ أسماء خانو معنا إذا بدها. ما بدنا نعذبك معنا. أي عذاب هذا يا بنت؟ علي صار واحد من عيلتنا. بتشرف والله. إيه طبعاً وصلن علي طريقة. أسماء روحي معه. شبكي يا بنت؟ روحي معه. اتأخر الوقت وأنا لازم أمشي. طبعا لازم تمشي مدحت، أنت ضابط شرطة، شو ما عندك هون لهلا؟ فهمني مزبوط كلامك يا مصطفى. ايه بس والله مو حلوة السهرة بلاكم. ايه مو حلوة مزبوط، بس هالمرة مشيها هيك مو مشكلة. الله يطعمك الفرحة الكبيرة وتشوفي شاب وتفرحي بولاده. هالكلمتين بينهوا السهرة. آمين. الله معكم. شرف لنا. مع السلامة. مع إن شاء الله. مع السلامة. الله يبارك فيك. على خير. تسلم اخي. تسلم. ان شاء الله بشوفك يا بنتي. بشوفك. مبروك. تصبح على خير حبيبتي نفس. لا تخافي بكره بيتحسن. تبهمي على الطريق. ها حبيبتي اسمع. بشوفك بكره. يلا بشوفك. الله معك. سلام اختي نفس. شكرا لك علي. علي سوء على مهلك. خذ يمينك وامشي شوي شوي على مهلك. يلا مصطفى. أسيه صار لك ساعتين عم تلمي مصاري ما خلصتي؟ ليك قديش منقطينه ما شاء الله. الله يبارك له. تعال تعال ساعدني شوي. يلا يلا خلصيني فوتي. أسيه أنا بساعدك. ابني لو سمحت نزلني قدام باب المدرسة ما تنسى. ليش بدك تروح على المدرسة عمي عثمان؟ شكر ما في إله وقت محدد يا ابني. بأي وقت فينا نصلي ونشكر رب العالمين اللي جمعنا مع بعض وحط الفرحة ببيوتنا وعم يطالع الضوء علينا كل يوم. الحمد لله. الحق معك شيخ. لك يا بنت شو عم يصير معك؟ صار لك ساعة عم تجري فيني. شو في؟ احكي. بالم. شو بها بالم؟ احكي. ايه رح احكي. انت عم تطبل وتزمر وطاير عقلك بالصبي اللي رح يجيك وهي غيراني عليك. عم تمزحي. ليك بأوضتنا طلعوا طيب خاطرة. طيبه طبعاً. راح روح لعنده فوراً. أستغفر الله. نحلة حلوة وز وز وز. نحلة حلوة وز وز وز. نحلتي وين؟ وز وز وز. بلم؟ بابا مصطفى معقول ينزعل منه؟ بنتي أبوكي ما بينزعل منه. من كل عقلك زعلانة مني؟ ها؟ شوفي احكيلي. بكرة وقت يجي أخي ما عاد تحبني بنوب. يا روحي شو عم تقولي أنتي؟ معقول يعني عم تفكري هيك؟ طلعي فيني. اسمعي، أنتي رح تكوني بهي العين وأخوكي الصغير بهي العين، مفهوم؟ قولي لي هلا انا اي عين رح احب اكثر من الثانيه؟ طيب معقول يعني فضل وحده منهم؟ بس انت عيوني الاثنين مو وحده منهم. شو هاد البنت لامها والله. اي وامك؟ امك وين بتكون؟ لا تقلي لي امك بتمك او مناخيرك او ادنيكي. وين امك؟ احكي لشوف. ليش ساكته امك؟ وين؟ جاوبيني يلا. شفتي؟ شفتي شلون غلبتك؟ انت رح تضل تحبني مو هيك؟ وعدني. بوعدك طبعا يا روحي، طول عمري رح ضل عم حبك، هذا وعد بنتي.
بابا بيوفي بوعده ما؟ ايه بإذن الله بيوفي. طيب معناها نحلة حلوة وز 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 بوسة للبابا من خدودة الحلوين تقبر قلبي الصبية. ما تحطي شعراتك بخلقتي مثل أمك إيه؟ آه هي إجت ملكة النحل تتفقدك. اسمعي هالكلمتين يا مرا بلم خلص فهمت الموضوع. أنا وهي اتفقنا على كل شي هلأ. المي رجعت لمجارية. إيها هلأ فرحتوني. أنا اسمحوا لي إنك تطيب خاطر طفلة صغيرة مهمة سهلة، بس خاطري كيف بدك تطيبه؟ خير شو بخاطرك بقى؟ ما بوشي. كيف يعني ما بوشي؟ احكي شوفي خبريني. يا ربي ولك يا بنت أمك بأمانتك إيه؟ يعني هي بأمانتك أنت؟ إيه خلاص فهمنا يلا امشي يلا. يقبر قلبي هالوش الحلو ما أغلاه. دخيلة اللي بده يصير عنده أخ حلو مثله. مين روحي أنا بالم؟ فهمني أنت شو قاعد عم تعمل هون؟ فاتح تعا حبيبي تعا عود هون لشوف تعا شرب قهوتك. بلشت فيهن أخي خليني خلصهن. تعا عود بكرة منشيلهن. أخوك عم يشرب قهوته مطلع لي خلي نام الباشا؟ وأخيرا نام. الصبح بفيق مرتاح ما تخافي. إن شاء الله. زيك قول راحة. ألو مين معي؟ مصطفى كاليلي. إيه مصطفى كاليلي معك مين أنت؟ الملازم أول عرفان. خير شوفي يا ريت تجي بسرعة على المينا في حريق بواحد من مراكبكم. شو عم تقول أي سفينة؟ ألو سكر بوشي. خير شو القصة؟ ولك يلا تعو قال في سفينة عم تحترق ولك هدول باب رزق لي يلا تجي بسرعة. شو صاير؟ احكي نفس شوفي. آسيا قال انحرقت سفينة. شو؟ مين اللي خبرك؟ ضابط من الشرطة. بمين انت عم تتصل هلا؟ مع العم كمال. بتمنى تزبط معكن هالقصة هي. قولي يا الله بيتنا انخرم. هذا باب رزقنا وشعلت فيه النار هلا. ما عم تخلص همومي. ليش ما عم تخلص يا ربي دخيلك؟ انتي مؤمنة حماتي استهدي بالرحمن بقى شبكي. هلا بيرتفع ضغطك وما في حدا من الشباب معنا هون. ليش ضل في عندي ضغط لحتى يرتفع؟ ما ضل في ضغط بنوب. راسي عم يوجعني. اخ يا راسي اخ رح يفجر. ليكي حماتي تعالي معي تعي معي لجوا لاعطيك الدواء. امشي نفس دقي لطاهر شوفي اذا وصلوا ولا لا وفهمي منه كل شيء. طيب فورا. نحن انتهينا خلاص. نحن انتهينا وراح باب رزقنا. من الصبح وهي مرعوبة. ييت حبيبي شوفي يا عمري ليش فقت هلأ؟ يلا حبيبي روح كمل نومتك. براك حبيب قلبي تعال معي. عم تتوجع كتير؟ لا شوي. الوجع بيروح إذا نمت. يلا تعال. شكرا.
ايه قليلي نفس. طاهر وصلتوا ولا ما وصلتوا؟ شو صار معكم؟ ضل شوي ومنوصل على المينا، لسه ما بعرف. اتصلت بالعم مدحت وجاي هو والرجال كمان. طيب اول ما يصير معكم شي خبرونا. طيب نفس خلص لا تخافي. يا رب تتلطف فينا يا ارحم الراحمين، انت وقف معنا بهالمصيبه يا رب. حاسه النار شاعله بقلبي يا ربي، والله من الصبح مرعوبه وعم اقول في شي بده يصير ببيتي يا ويلي. يلا احكي. لسه ما وصلوا على المينا وما بيعرفوا شي بنوب. يا ربي دخيلك تتلطف فينا يا رب. آمين. اهدي روقي حماتي. مو قدراني. فوتي لجوا، فوتي لجوا، يلا تحركي. آسيا انتبهي، في معهم سلاح. انت شو عم تعمل هون ولاك؟ إذا مانك حابة تموتي وطي صوتك. فوتي يلا. آسيا ولك انتو مين لحتى متهجمين على بيتي؟ كيف تجرأتوا؟ تركي الجفت، احسن ما قتلها. جرب قتلها وشوف اذا رح تطلع انت وياه على رجليكن. براك اهربي. نفس انتبهي، اتركوا كنايلي ولك. انتو الاثنين بقوصكن. رح تقوصي كنتك؟ اوصي لشوف ورجيك مين رح اقوص. اوصي حماتي، زي جسة هالندل على الحيط. يلا يلا فوتي لهنيك لجنبك. مصطفى طاهر شو الموضوع؟ معناها في حدا مزح معنا. هاي الأمور ما بيمزح فيها، مين هالحمار اللي عم يمزح هيك؟ الشرطة والإطفائية ما وصلن إخبارية. مصطفى مين اتصل فيك؟ أوصي يلا أوصي، إذا إيش استب الحيط حماتي أوصي لهالكلب يلا. يا الله آسيا وحفيدي بأمانتك، سلمتن إلك يا رب. بعد عنا ولك حيوان اتركها. بصي آسيا انتبهي، وعيك تتحركي. اتركني. لا اتركني. وين أخذي يا حيوان؟ وين أخذتني كنائي أكثر؟ سمي خانو أنت انتهيت ولاك، أنت انتهيت. يا حيوان مصطفى رح يشافك وزدتك للكلاب. خلعي تركي. أسعد أسير أسري مصطفى. لك وقفوا يا كلاب، افتح الباب. أسير تركوها يا أولاد الكلب، تركوها. يا كلاب اتركوها، اتركوها. لك لوين اخذتوا كنتي يا كلاب؟ لك اتركوها. كنتي حامل اتركوها يا أدام. اسمعني، القبطان كمال نايم جوا ومبين شربان كالعادة. يشرب سم ويضرب منه لهالعادة. والله إذا بعرف مين عمل فينا هالعملة الوسخة لأضربه بنص رأسه بالمسدس. شو هالقصة؟ مين عم يدق لك؟ أي نفس، طمنيهن المركب منيح وما في أي شيء. طاهر طاهر آسيا خطفت طاهر. خطفوا آسيا. آسيا آسيا آسيا. مين انتوا ولك؟
انتوا اللي سألتوا على الطريق ما هيك؟ أكيد بدكم منا مصاري. مصطفى رح يعملكم ألف شفة. خلصي أحسن لك. لك انتوا انتهيتوا صدقوني، ولهيك اتصلوا بأهاليكم وطلبوا السماح منهم. عملكم رح تموتوا فهموا. قلت لك اخرسي. إلى كافة الوحدات، الانتباه إلى كافة مخارج ومداخل المنطقة، عملية خطف، أوقفوا كل السيارات المشبوهة. أصحك تفكري تفتحي تمك، إذا جربتي تحكي كلمة واحدة بس بدك تودعي اللي ببطنك. كوني عاقلة وفهمي، لأنه مو ناوي يأذيكي. لوين بدكن تاخدوني؟ ما عم تفهمي؟ سكري هالدم، اهدي خلصنا. قلت لي ما تفتحي تمك وبتسألني إذا فهمت ولا لا. أنت غبي يعني؟ مبين غبي. شو عم تساوي؟ خرسي اتركني يا بلا شرف يا كلب. والله مصطفى رح يدفنكم. اتركني ما تنزلني. سلي بعد وين أخذيني؟ اتركوني اتركوني بعد عني. وين أنا؟ وين أنا أولاد؟ مين انت كمان؟ شو بدك مني؟ مين انت ولا؟ بعد عني اتركوني. بعد عني امشي. مين انت ولا؟ اتركوني بعد عني. بعد بعد عني يا ليلي. للشرف وين اخذيني؟ بعدوا عني انا مره حامل. لوين اخذيني يا بلا شرف يا كلاب؟ اتركوني اتركوني. خلصنا لك. حرام عليكم والله. مصطفى رح يدفنكم والله. لا يدفنكم والله. لوين اخذيني؟ لوين؟ وين فوتوني؟ لك انتوا بعدكم ضمير. الله ينتقم منكم يا كلاب. والله مصطفى ما رح يترككم تعيشوا والله. بعد عني بعد عني انت ويا بعيد. تحرك. لك شو هذا اللي عملته انت؟ هل مخلوقة شو عم تساوي هون؟ وحامل كمان؟ شو عامل بطل عليها؟ ها؟ حتى الحرب لازم تكون بشرف. ولك تطلع فيني. اسمعني أنا بعرف منيح شو عم ساوي وعقلي لساته بيوزن بلد. بنوب ما بتعرف شي. النسوان والولاد ما بينلمسوا أبدا. أنا مستحيل ألمسها. أما طاهر هداك لأنه ما عنده شرف. لمس بإيده شي مانو لإله. مد إيده على شي ملكي أنا. بس ومع هيك ما رح ألمس مرت أخوه بالمرة. كل القصة. كل القصة شو؟ كل القصة بدي اياهم يعلقوا الإخوة بين بعضهم. وحكيت لك هذا الشي من قبل. أنا بوعدك إني ما ألمسهم، لا سيه ولا حتى ابنة. هنن ما رح يصير عليهم أي شي. مو لأنهم بيهموني، لا، حتى شفقة ماني شفقان عليهم. رح حافظ على آسية بس لأنه مخططي غير. بتمنى اللي عم تقوله يكون مظبوط. نفس نفس روقي شوي. بوس ايدك بقى احكي يلا. مين اللي خطفوها؟ ما بعرفون. نفس خبريني بالتفصيل شو صار معكم بغيابنا. مين اللي خطف مرتي احكي؟ ما بعرف مصطفى والله ما بعرفون. ما بعرف مين هدول. شفناهم مره نحنا.
هدول اللي سألوا آسية عن عنوان ذكرتهم؟ أنا حسيت بشي وقتها، بربي عرفت إنه في من وراهم مصيبة. ولك مين هدول؟ فهموني أنت وياها كرمال الله، بلا ما أوز حالي واخلص. روق مصطفى، ما هيك بتنحل الأمور. بدك روق وخطفوا لي مرتي وابني. حاول تهدى شوي مشان نفكر ونعرف مين اللي خطف. ولك حاجة تقلي اهدى. نفس فهميني، هن ما قالوا لك أي شيء؟ أبدا ما قالوا أي شيء. سحبوها لآسية من بين إيدينا. يا رب دخيلك، شو أعمل؟ أوف آسية، دخيلك يا رب ساعدني. لا تقولها، نسيت مفاتيح البيت عند الجماعة عثمان. ما ايه انت ختيرته، ما عاد تنفع لشي. مصطفى، إن شاء الله مرتاحة يا خانو. زيدات، يا واطي، يا بلا شرف، ولك شيل يلي على راسي، شيله شيله، ورجيني خلقتك، بدي أعرف وين بدي يبسو عليك. شيل شيله، ولك كلب شيله يا بلا شرف، يلا شيله. تفو، كسرتي لي قلبي يا خانو. استنى شوي، اصلا ما رح يضل فيك شي ما رح ينكسر. مفكر انه مصطفى رح يسكت لك على عملتك هاي؟ بدك تندفن ورح يدفنك انت وعايش. اسمعي يا سي خانو، مو انا يلي بلشت معكن بالحرب، وما كان بدي يصير هذا الشي بيناتنا، بس انتو مديتوا ايدكن على شي ملكي انا، مرتي خطفتوا لي اياها. مين مرتك؟ اه نفس، مرتك نفس ما كانت مرتك، كانت أسيرتك، بس تحررت منشكر الله وصارت حرة. نفس مرتي، فهمتي؟ انت وابوها كتبتوا كتابة بدون موافقة وهالزواج باطل. نفس ما أنا مرتك، نفس ما أنا مرتك هي هلأ مرت طاهر. نفس مو مرتك إلك، نفس مرته لطاهر، نفس مرته لطاهر. انت صار لازم تفهم، نفس مرته لطاهر، هي مرته لطاهر، بالقانون هي هيك وبشرع الله كمان. خرسي بقى وبرضاها هي. خرسي قلتلك، موضوعنا هلأ مانو نفس، انتي موضوعنا. اذا بتضلي مرا عقلي رح أسمح لك تبقي عايشة، ولما أنت تعيشي كمان هو رح يعيش. ما تلمسني ولك، مو متحملة شوفتك أصلاً. كيف لمستك بقى؟ أقسم بالله إيدك هي بكسرها قبل ما يوصل مصطفى. انقلع، أوعك تلمسني. يعني أنا عن جد اندهشت فيكي، حتى وأنت بهالحالة قدرانة تكبري راس علي. معقول هوا البحر الأسود له علاقة بكبر الراس مثلاً؟ فاهم منيح شو بدي أقول. الخوف ما بيعرف طريق لا لبنى. رح تفقى مع هيك يا نجس؟ ايه موت من قهرك، موت يا عديم الشرف. اغلى شيء عنا هو كرامتنا، وانت وسيلتك ما بتقدروا لنا، كل كلابك ما بيقدروا علينا. نحن الله معنا يا واطي. آه!
شو كنتي عم بتقولي آسية؟ بس قولي أنا على مين ما بقدر؟ ها؟ هذا الحكي أنا ما حبيته منك بنوب، مستخفين فيني زيادة عن اللزوم، ومثل ما أنك شايفة كل إنسان في عنده نقطة ضعف بخاف عليها. وهلا أنا ما بدي أذيكي أبدا، ولا هيك فيكي تهدي، اتفقنا؟ حضرتك بمثابة ضيفة عند فيدات، ولا هيك خدي راحتك على الآخر. لو سمحتي، إذا بيلزمك أي شيء قوي قلبك ونادي لي، ما تخجلي مني. رح أعمل كل شيء بيطلع بإيدي كرمال ريحك، بوعدك بهذا الشيء. إذا قلت لك شيء بتعمله لك أنا أوس حالك. يا أوس حالك، يا وسخ، يا نجس، يا عديم الشرف، أوس حالك، أوس حالك. كنت مفكرة طاهر رح يساويها، بس مصطفى رح يسبه. نفس مو مرتك ولك، هي مرته لطاهر. نفس مو مرتك يا حقير، هي مرته لطاهر. طيب لكن خلونا نهدى شوي ماشي؟ أنا هلأ بروح على المغفر، وإذا عرفت شي بخبركن، بس خليكن هادين. ولك لسه بيقول لي خليكن هادين؟ هدول ابني ومرتي اللي مخطوفين، شبك يا بني آدم؟ شو أنت ما عم تفهم يعني؟ هدول مرتي وابني بيكونوا يا مدحت، كيف بدك يعني اهدى وأنا ما بعرف وينهم؟ اللي كيف بدك اهدى؟ بدي روح معك على المغفر عمي مدحت. لا ما بتروح لمكان، خليك مع أخوك أحسن. أنا ما عاد فيني أستنى. طول بالك، فهمني لوين رايح. ما بعرف لوين رايح، ولك مرتي آسية ما بعرف وينها، وابني اللي ببطنه ما بعرف وينه، ما بعرف وينهن، ما بعرف مع مين هي هلأ، ما بعرف. بعرف شغلة واحدة وبس، ما ضل واقف، فهمت ما؟ اسمعني، أكيد هنن رح يتصلوا، شو ما كانت غايتهم لهدول الكلاب رح يتصلوا أخي. ايه؟ ومنضل واقفين هيك وعم نستنى تليفون منهم. مصطفى، مصطفى، ساعدوني يا عالم، ساعدوني يا ربي، دخيلك يا ربي. مصطفى أحسية، أوف. مين انت ولك؟ مين انت يا وسخ؟ فهمني مين انت؟ والله زمان يا مصطفى ما اشتقت لي. فيدات، افتح السبيكر لشوف اللي رح اقوله. مهم كتير وبدي الكل يسمعه. مرحبا يا قوم، كيف صحتكن؟ قل لي شو بدك ولا فهمني مرتي، شو بدك منه؟ ابني اللي لساته جنين، شو بدك منه ولا؟ لو سمحت بلا جفاصة مصطفى. ولك انت لهلأ ما افتصت؟ ليك ما تشد ظهرك بأخوك كتير، انت مستعد تعمل كل شي كرماله، بس هو ما انه مستعد يحرك شعرك كرمال أخو مصطفى. نفس، طمنيني عنك يا مرتي. انتي معقول ما تعزميني على حفلة طهور ابننا؟ لك الله ينتقم منك يا ندل. انسي،
منحكي بهذا الموضوع بعدين، لأنه هلأ موضوعنا أهم بكتير. ما هيك مصطفى؟ شو بدك ولا؟ الشرطة عم يدوروا عليك بكل مكان. قول لشوف شو ما ضل معك حق أكل وخطفتهم لتاخد مني فدية؟ مصاري ما؟ لا مصطفى، قدرت أخطف مرتك من نص حضن عيلة كاليلي، وفوق قدرت أخطف ابنك يلي لساته ببطنه، مو بحاجة مصرياتكم. لكن شو بدك فهمني شو يا كلب؟ إذا أنت مشكلتك معي أنا لا واجهني مثل الزلم ولك، ولا ما في غير على الحريم؟ قول وينك وواجهني بقى. شو بدك من مرة حامل ولك يا وصخ؟ مصطفى، موضوعنا هلأ هو مرتك وابنك، بس أخوك طاهر عم بيضيع لنواتنا الغالي بالشي اللي عم بيقوله. شو بدك مني؟ احكي يلا. أيوة هيك، وأخيراً وصلنا لمرحلة التفاوض. طيب رح أقلك شو طلبي. هو صبي ما هي؟ شو رأيك تسميه فيدات؟ والله رح أنبسط منك يا مصطفى. فيدات؟ احكي قول شو بدك مني، خلصني. هاي تاني مرة بتغلط معي، لا تستفزني مصطفى. هيك ها؟ اسكت واسمعني مثل الشاطر. بكرة بتروح على النيابة وبتقول للنيابة إنه الفيديو يلي سلمه مراد مزيف. ولك على أي أساس النيابة بدها تصدقني؟ روق، أنا رح أفهمك شو تقول. بدك تقول إنه في ناس صوروني هالفيديو تحت ضغط السلاح بالزور، يعني ابتزوني بهالفيديو وأخذوا مني مبلغ كبير وبعدين عطوك الفيديو إلك بعد ما عرفوا إنه في بيني وبينك عداوات. يعني لأنه أخوك طاهر خطف مرتي نفس مني وتزوجها، وهو كان رافع علي دعوة وصاية ليأخد الولد مني. طبعاً لأنه يلي بهالفيديو رح يخليني انحبس بتهمة قتل سالم ابن حماي، وهيك طاهر ونفس بيكسبوا وصاية ابني بدون تعب. إيه بس أنت معروف إنك زلمة شهم، ولهيك خفيت هالفيديو وما استعملته أبداً، وفوق هيك إجيت خبرتني. وقت قلت لك إني بريء وهددوني بالسلاح، وما كان في حدا غيرك بيعرف هالحكي، ولما طاهر عرف أخده وراح سلمه، بس أنت لحقته بآخر لحظة ورجعته لعندك. بس لما أنا تزوجت من نظر، أخوك الصغير مراد ما قدر يتحمل لأنه بيحبه، ولحتى ينتقم مني راح سلمون الفيديو. مفهوم؟ بدي منك تكون شاهدي الوحيد يا مصطفى. إذا ما بتعمل هيك آسية هي والولد اللي ببطنها ما تحلم تشوفهم بحياتك، فهمت؟ مو ضروري يكون ناوي قتلهم، لأنه بالنهاية آسية حلوة كتير مصطفى. والله والله إذا بتفكر تلمس شعرة واحدة من رأس مرتي آسية، إذا بتفكر مجرد تفكير إنك تعملها، قسماً بالله لا أدفنك لو بتكون بآخر الدنيا فداد. مصطفى إذا ما بتسكت بقفل التليفون. طيب ما تقفله، خلاص بسكت، بس فهمني شو بدك. يلا أحكي. لو سمحت، تعرف تقولها مصطفى؟ لو سمحت. هالكلمة بتلبق لأكابريتك. لو سمحت فداد. حلوة منك. إيه هيك ها؟ شوف معناتها لقلك شغلة، انت لازم بكره من بكير تروح على النيابه. طيب وبعد ما تخلص هالقصه هي ما بتخاف دور عليك واوصك بنص راسك؟ اه بدك توصني؟ معقول؟ عن جد ما خطر هذا الشيء ببالي وخفت منك كتير هلا. معناتها لازم غير الخطه فورا، لانه روحي غالي علي كتير. اول ما تخلص هاي القصه منشوف وقتها كل واحد فينا شو رح يكون وضعه. اسمع لقلك، أول ما تسكر موبايلك بتبعت هذا الرقم لقرايبك الملازم، يعني مشان يلاحقوا الإشارة ويعرفوا وين مكاني. بس بتقلن يجيبوا شبكة صيد معهم لأنه رح يحتاجوها ليلاقوني. دير بالك على حالك سطيف. ايه وبالمناسبة، إذا رح تقدم شكوى ضدي للشرطة بتهمة خطف مرتك ومن نص بيتكم كمان، فأنا رح اشتكي على طاهر بتهمة الشروع بالقتل. أكتر من مرة خبط لي راسي بمروحة المحرك وتركني للموت بنص البحر، وطار عقله من الفرحة، وبسبب هالضربات تعالجت شهور لوقفت على رجلي. وكمان رح أحكي للشرطة وبالتفصيل الممل عن صديقكم علي اللي قتل اثنين من الروس كرمال رفيقه قدام عيوني. لأ ولسه لهلأ متكتم. اتفقنا. انتبهوا على حالكم منيح ها؟ يلا بخاطركم.
مو على أساس هالحقير مات؟ كنت متأكد إنه هالكلب مات، مو هيك قلت لي؟ ما عم بفهم. أنا بعيوني شفته لهالواطي إنه مات، بس ما مات ورجع أقوى من الأول. شو دخلنا نحنا؟ شو دخلنا بالكلب اللي اسمه فيدات؟ نحنا شو كان في بيننا وبينه للواطي؟ فهمني، مين اللي جاب هالوسخ لفوق راسنا؟ لك انت اللي جبتي لنا هالبلوة السودة معك. الله يلعن اليوم اللي لحقتونا فيه لهون. ليش ما رحتي معه وتركته الضيعة؟ أمي اتركيها. كنتي تحملي قهرك وقدرك. من يوم اللي شفناكي ما دقنا طعم الراحة أبدا. البلاوي عم تمطر فوق روسنا. لك انتي ما بتخجلي بنوب؟ هوني هدول الجماعة بسببي عم يتبهدلوا. معقول مو حاسة؟ لك ما فيكي دم؟ ولك ما فيكي شرف؟ معقول؟ امي بكفي دخيلك، حاجة بالك بكفي. خلاص امي، خلاص بكفي بكفي. بس هي لا ما ظلمتك يا طاهر. يا رب نفس نفس نفس. طاهر اتركني. طاهر امك معها حق، ومصطفى معه حق، فيدات معه حق كمان، الكل معهم حق، بس انا ما معي حق باي شيء. فيدات كلامه مزبوط، ما جبت لكم معي غير البلاوي، هي الحقيقه. اتركني. طاهر اتركني بترجاك. اتركني عم قلك. طاهر اتركني. عم تقولي اتركني من كل قلبك؟ طبعا. ايه ليكني تركتك. تفضلي هي تركتك. لوين بدك تروحي؟ بتقدري تروحي وتتركيني وراكي هون؟ ايه هيك لازم. بعرف رح تعتلق روحي، ومع هيك رح روح. هو بده نفس إله، الوصاية والدعوة كذب، ما بده إياها. طاهر لازم روح كرمال أنت تعيش. فهم آسيا ما بتعيش إذا أنا ما بروح. فهم لازم روح كرمال هداك الملاك يعيش. هات لشوف اللي طاهر، حب مثل حبنا هاد بيتحمل كل هالذنوب؟ ممكن يتحملون؟ فهمني. نفس اسمعي، أبظن أنه أصعب يوم بعمري كله هو هذا اليوم. آسية مرت أخي مخطوفة، فوق هيك في ببطنها ولد، إيدي ورجلي مربطين، ما بعرف شو رح أعمل، وأنت بدك تتركيني بهي الحالة. مو هذا هو وعدنا نفس كاريري؟ شو قلتي لي مرة؟ صدرك ما بيقدر يسحب هذا النفس، ما هيك قلتي لي هداك اليوم؟ بس أنا سحبته. أنت اللي ما تحملتي معي. إذا مانك قد وعدك اتركيني وامشي من هون نفس.
شو في يا ابني؟ شبكه؟ عمي عثمان؟ ايه؟ آسية مرتي. آسية؟ شبه آسية؟ خطفوا آسية. عمي! عمي! عمي شو صار لك عمي؟ فوتوا لجوا. شكراً ما بدي. بكرة بترجع هالمرة لبيتها. هالمرة رح تبقى هون، بس نحن منروح. الصبح بيجي جوزة وبياخدها، طبعاً بعد ما يروح على النيابة ويشيل عني هالتهمة الوسخة. انت في إلك زلم كتير بالنيابة، هنن بيخبرونا. منبقى كم يوم بشي أوتيل وبعدين بستضيفك عندي بالبيت معلم فكرت. مثل ما قلت لك قبل، كل خطوة خطيتها كانت مدروسة ولشور، لهيك الخطة زبطت. أنا وعدتك إنه هديك الست هي واللي ببطنها ما رح يصير لهم أي شيء. لا تكتر شاي بهذا الوقت لأنه بيطير النوم. يلا اسمعني، تاخد نفس ويطلع عند إدريس على بيته، احكي لهم اللي صار، أنا بلحقكم بعدين. طيب ماشي. كوني قوي يا حبيبتي، رح نقدر عليه مع بعض. روحوا. يلا. أمي؟ أمي أنت شو عملتي؟ قلي لي نفس شو ذنبها؟ شو ذنبها؟ نفس ما لذنب؟ لكن آسية شو ذنبها؟ قلي لي لشوف طاهر، وابني شو ذنبه؟ وعامل لك ابني، لأنه أنا لسه ما فكرت له لهلأ باسمه. فهمني نحن شو ذنبنا طاهر؟ بدات الوسخ. اللي مين اللي سلطوا علينا؟ كلامه مزبوط، كلنا منعرف مين سلط علينا هالواطي. لك فهموني شو رح تستفيدوا هلأ إذا عملتوا هيك بنفس. اسمعني، أنا مستعد أفدي مرت أخي آسية وابن أخي بروحي، وأنتوا بتعرفوني. ما منعرف. شفناك من شوي ابني، شفناك. نحن هون شعلان النار بقلوبنا، الدنيا كلها مسايعتنا، وانت وينك؟ عم تركض ورا الخان ومنفس ركض، وفوق خليت علي يجي ويهرب ابنا من البيت. بلكي امك واخوك حكوا عليها بيوصل لها لامه وبتزعل الخان. اخي والله بفديهن، وانت بتعرف. عم تحكي عن نفس ويت على الاغلب طاهر، ما تقبرني؟ إلي ما تقول هالكلام. اوعك تقول هالكلمة هي. خلص انت ما تقولها، بقولها انا.
لأنه أنت هالمرة سبته بنص قلبه لأخوك. خلص محلولة، قوصني بنص قلبي واستد مني. مستحيل أنا أعمل بأخي هيك شيء. أنا رح جيب مرت أخي وابنها سالمين لعندك، بوعدك. بابا. إيه روحي. بابا شو بكوا؟ ليش كلكن عم تبكوا؟ ما حدا عم يبكي حبيبتي، تعي لعندي لشوف. أنت ليش فقتي بهالوقت هاد؟ شو اللي خلاك تفيقي حياتي؟ لأنه شفت مانام مانو حلو أبداً. وخفت منه. صرخت أمي بس الماما ما ردت علي أبداً. أمي وين راحت؟ هذا اسمه كابوس اللي أنت شايفتيه يا عمري. بس بعد ما فقتي خلص الكابوس راح. وقت من فيق بيخلص الكابوس. لا تخافي، حجب لك أمك. بابا بيوعدك. طيب وين هلأ؟ بابا بوعدك إنه جب لك أمك. إيه؟ والبابا بيوفي بوعده دائما. الله يخلي لي اياكي. بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم لا رد لقضائك، وبارك لنا فيما قادر عليه، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا يا رحمن. مصطفى حبيبي، يا فرحة عمري، يا آخر دقة بقلبي، وينك؟ ضشمتي تك عتمش بلكي إتمدك عرايوسنلار görenler mesut sanıyor bilmezler. Bir ben mi umuzlar?
geçer gece olur gecem geçmez gün olmaz yalvarırım Mevla'ya bir duam kabul olmaz oy beni vurun çektim zulüm bu dünyanın yükünü bir ben mi uzladım dışım çiçek açmış belki içimde kara yosunlar görenler mi Bilmezler ki ne derdum var. Oy beni vurun vurun ne dur çektim zulüm bu dünyanın yükünü bir ben. قلي شو بدك يا عديم الشرف؟ مو قلت لي مرة إنه الأعمار بإيد الله طاهر؟ أنت مشكلتك معي يا واطي، قلي ليش خطفت مرت أخي؟ هات لشوف. ليش عم بتضيع وقتك على الفاضي يا حلو؟ أنا ما عندي مشكلة بنو. إذا أنت حابب إنه نحكي، منحكي ومنطول كمان، بس إذا غايتك تخلص مرت أخوك آسية، فبدك تسمعني منيح. حلو كتير. اسمع. مصطفى راح على النيابة وعمل مثل ما قلت له الحمد لله والشكر لإله أخوك شطور ولهيك أنا رح أرجع له مرته وابنه رح أقول لك هي وين موجودة ركز معي وفتح مخك طاهر آسية هنيك وناطرة سلفة يروح ينقذها يلا روح خدها نوران أصحك نفس تغيب عن عينك أصحك بترجاكي أخ منك أنت بيدان الناس الأذكياء يلي مثلك بيعجبوني وبحب اشتغل معهم مصطفى ولك حاج طلع يا واطي اللي وين مرتي لشوف قوم علي شو في إدريس؟ طاهر طلع مسرع ونفس مانا هون كيف يعني وين بدها تروح؟ أخذت مسدسي جايك يا آسية تحملي شوي جايكي تحملي يلا مالي مطول رح أقتلك فيدات لا الموت رحمة لك
وأنا مستحيل إني أرحمك. بدي ورجيك اللي بعمرك ما شفته بيدات. والله لا تتمنى الموت وتندم لأنك رجعت. جايك بيدات جايك. تفضلي. أهلا وسهلا نفس. نفس انشغل بالي تأخرتي. تعرفي لأنه ما بدي روح عليكي هذا الفيلم الحلو. تعالي تفرجي ماله زمان نبلش. ومو أي فيلم. أكشن ورعب، انتقام، دم ودموع، مغامرة، وطبعاً كمان في حب. عادي لو سمحتي. بوشار؟ احكي بسرعة، وين آسية؟ ما تروحي الفيلم على حالك بهالتصرفات هي. عيونك كل مالن عم بيحلو. لساتك مزوقة كتير بألوان التياب. اللي انت شو طينتك؟ آسية. آسية. أوف آسية. آسية. اسمعني. اللي في كاميرات. نتصل فيهم برأيك؟ أي طيب، بتحاكيهم أنت بس، سوا منحكي معهم. ولك يا نادل اللي أنت وين؟ رح أدفنك عايش يا واطي. ما بكون مصطفى إذا ما بخليك تتمنى الموت. بدك تبوس إيدي لحتى أوصك وما رح أقبل. مصطفى يا مصطفى، يعني معذب حالي ومتصل فيك لخبرك الخبر الحلو وانت عم بتسبني؟ ليك انا من شوي شفت مرتك عايشة، يعني على الاقل هلأ كمان جنينة بخير، فيك تطمن. حتى انه رفس لي ايدي. الاخبار الحلوة خلصت، جازوا حالكم للخبر البشع. كرمال سلامة مرتك واللي ببطنا يا ابن الكاليلي. لازم أوصل لأخوك طاهر. هذا شو عم يقول؟ بعرف إنه صعبة. ألو مصطفى؟ ألو؟ ما رح أفكر إنه نقطع الاتصال مصطفى، لأني الحمد لله عم بتفرج عليكم. اسمع، الزلمة يلي مع مرتك هلأ إذا ما وصلوا خبر مني خلال 5 دقايق بالكتير، يعني أنا ما بقدر أقول عن جد. ليك أنت أكيد فهمت مو؟ ليك لألك لا تخاف، أنت ما رح تكون أول إنسان بيقتل أخوه. بالعكس
أي كانت أول جريمة بتاريخ البشرية. يعني قابيل وهابيل عملوها قبل، بتعرف أنت، ولا رح تكون آخر واحد كمان، فاطمن ولا تتوتر. إيه مصطفى، اسمع، لا تنقص حياة آسية مرتك والجنين يلي ببطنها، ما بدي منك غير إنه تقوص أخوك. إذا ما بتعملها آسية وقتها والجنين كمان رح تودعن للأبد، ورح تضل طول عمرك عم بتفكر وتقول لحالك إذا طاهر انحط بنفس الموقف هاد، يعني مو مرتك آسية اللي بين إيدي هلأ، لو كانت نفس مكانها طاهر شو كان رح يساوي يا ترى؟ بيقوصك ولا لا؟ القصة بنوب ما بدها تفكير مصطفى، والجواب واضح وأنا بجاوبك، كان بيقوصك فورا ومن غير ما يتردد كمان، ما هيك طاهر؟ بالمناسبة تعرف وين نفس؟ هون واقفة جنبي، يعني بمكان الطبيعي. ولك حاجة يا وسخ، حياتك كلها كذب. افتح كاميرا، بتحب تسلم على مرتي طاهر. يلا سلمي عليه مرتي. شو عم كذب طاهر؟ بالنهاية كل الناس بيكتشفوا شو هو الصح وبيعملوا لحالهم مثل الحبابي. يا ربي، يعني بيرجعوا للمكان يلي لازم يكونوا فيه، كل واحد بده مصلحته. فاسمعني مصطفى، أكيد هلأ رح يفكر بمصلحته كرمال يلي بيحبهم. ما هيك سطيف؟ أخذنا الحكي وما حسينا على الوقت كيف مرق حبيبتي. ضل معك بس دقيقة واحدة يا مصطفى، قرر وبسرعة، يلا الوقت عم بيمرون. تيك تك تيك تك تيك تك. أخي أوصني فورا، أخي أوصني. مستحيل. يلا أخي ماهر، من لاقي حل غير هاد. يلا أوصني. يلا أخي مستحيل أوصك أنت أخي وحبيبي. يلا أخي مستحيل. يلا ما فيني أعملها بنوب. أوصني أخي. يلا أخي، يلا يا كاليلي قوي قلبك. لا طاهر اسمعني، بعد ما عرفت أنه نفس راحت لعند الواطي هداك، متت مش الحال، ما عم تفرق، ولهيك أوصني. ريحني ما طاهر. لا مستحيل. يلا يا كاليلي، يلا مصطفى كاليلي، يلا يا حبيبي يلا. حياة مرت أخي آسية وجنينة بخطر هلأ. فيني أعملها؟ تفتيهم بدمي وبروحي، بتعرف أخي. يلا بسرعة. يلا فيني أعملها؟ يلا لشوف قوي قلبك. يلا مستحيل. شوف يلا خلصني بقى. رح أوصك أخي. يلا مصطفى، يلا يلا أوصني مصطفى. فيني يا الله. طاهر طاهر طاهر، لا تتركني طاهر 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 طاهر. ولك ميدات، أنا أوصت أخي، أوصت أخي ميدات. يلا أقولوا لك مين رح يمنعني لك هلأ؟ أولاد ميدات. حلو هاليوم. شو بدك نفس؟ يعني رح توصيني هلا؟ ليكي اطلعي،
طاهر مقتول، ميت. عم تفهمي؟ كل شي منتهي. وبدك توصيني هلأ كمان؟ شو رح يصير؟ أنا بندفن وإنت عالسجن. فكري بيت شو رح يعمل؟ ها؟ وجيلان شو رح يصير مع الأولاد؟ فكرتي فيهم؟ بعد ما مصطفى قوصوا لطاهر رح يكون كل اللوم عليك، رح يعتبروك السبب باللي صار بين الاثنين. وعائلة كاليلي مفكرتيهم مثلاً حيديروا بالهم عليّ وجيلان؟ لأنك كنتي مرته لطاهر؟ فكرة مثلاً رح ياخدوك بالأحضان يا نفس؟ لا، رح يكرهوك ويحقدوا عليكي أكيد، رح يكرهوك للموت. مستوعبة هالموضوع؟ رح يحقدوا عليكي. ركزي، لو شو ما سويتي مستحيل يكون فيه بهالدنيا حدا بيحبك مثل ما بحبك. أنا عيلتك دائماً، أنا الوحيد بيتك، أنا الوحيد راحتك، أنا زوجك دائماً. أنت اللي قتلته مو بس طاهر، حتى أملي قتلته معه. أنا هو أملك الوحيد بهالدنيا نفس، وبعدين مو أنا اللي قتلته لطاهر، فعلياً مصطفى يلي قتله، أخوه يعني. مو هلأ شفناهن قبل شوي مع بعض؟ طيب وليش قتله نفس؟ كان بده يخلص مرته، فهمتي؟ ومشان ابنه ما يصير له شي. وأنا طبعاً قدران أفهمه منيح، وحتى متأكد مصطفى هلأ بيكون فهمان علي أكتر من الأول. وهلأ يلا حياتي، بلا جنانك ونزلي المسدس. أنت اليوم قتلت لي أملي كله. على فرض قتلتيني، شو اللي رح يصير بعدين؟ لوين بدك تروحي نفس؟ مفكرة حالك بتقدري تطلعي من هون عايشة؟ طيب وإذا قدرتي تطلعي شو رح تعملي؟ فكري لوين بدك تروحي. مو مفكرة، مو مفكرة؟ ما بيهمني بنوب. آخ يا نفس آخ، أنت على طول ما بتفكري لقدام، لأنه لو فكرتي مستحيل كنت تقرري تعملي شي غبي مثل اللي عم بتساوي هلأ. قبل ما أوصك، في عندك شي حابب تحكي؟ أي طبعاً، بحبك بجنون يا نفس. بحبك بجنون يا مرتي. بس أنا ما بحبك بنوم، لا حبيتك قبل ولا رح حبك. حياتي ما كنت مرتك لو شو ما عملت، ولا رح كون. واللي خلى إصرارك يزيد إني عم قاومك، وإنت بتعرف هالشي منيح. اللي حاسه تجاهي مو حب. شلون عم بتقولي لي هذا الحكي نفس؟ بعد كل شي عملته لحتى نرجع أنا وياكي؟ أنا بحرق الدنيا، بحرق كل كرمالك. مزبوط، أنت هيك، بس مو لأن بتحبني. لما أخذني أبي على البيت تبعك بالغصب، لو كنت من وقتها رضخت لك رغبتك المريضة وغرورك، ما كانوا رح يبينوا لبعدين. رغم ظلمك إلي كنت حاول ما أرضخ لك، قمت جنيت وكنت عم تموت. ليش؟ لأنه أنت فيدات صير اللي فيه ياخد كل شي. بس أنا ما حققت لك هذا الحلم،
أطول مو أنت مانك قدران تاخذ مني شي، رغباتك المريضة صارت تزيد وهوسك فيني سبب لك جرح كبير، جرحت لك كبرياءك وهالشي ما تقبلته، وكان جرح كبير ما حدا قدر يسكر لك ياه، غرورك انجرح وكنت كل ما أصمد أكتر كان ظلمك إلي يزيد أكتر، كنت كل يوم أدعي لالله إنه ظلمك يزيد لتوصل لنهايتك بسرعة، وبصراحة معك حق بشغلي. شو هي؟ انتهينا. صدقيني ما بتقدري. الأمر إلك مصطفى، بس صدقني اللي عملته هو عين العقل، وبتمنى هلأ تكون فهمتني. لما الرجال يلاقي مرته وابنه مخطوفين منه وبده إياهم يرجعوا له، مستعد يقتل أخوه ليرجعون. ما هيك كل حدا فينا عنده خيارات بالحياة ولازم يتحمل عواقب يلي بيساوي، ومع كل خيار بيكون فيه تنازل. صح كلامي؟ انت اخترت مرتك وابنك وتنازلت عن اخوك طاهر، مين رح يقدر يتهمك هلا؟ نصيحة من صديق لصديقه، اي حدا بيتهمك ساله سؤال واحد، لو كنتوا مكاني شو كنتوا رح تساووا؟ رح جاوبك من وجهة نظري، الشي اللي عملته انت. بس ليك ما كان في داعي تقتل اخوك طاهر، لانه مرتك جنب اخوك تماما جوات الصندوق الخشب، طبعا غايبة شوي عن الوعي. ولا تكمل الأخبار البشعة، هلأ في سم قاتل عم بيمشي بعروق مرتك قاسية، وطبعاً رح تموت إذا ما لحقت تاخذها على المشفى خلال ساعة أو ساعتين بالكتير، وبأحسن الاحتمالات هي بتعيش بس بتخسروا الجنين. ليك مو أنا يلي قتلته لأبنك، فشلك وتسرعك هنن يلي قتلوا لأبنك، طبعاً ما في سيارة ورح تكون رجلك متصاوبة. وما في موبايل لتتصل تطلب المساعدة. فيك تحمل مرتك على ظهرك من راس الجبل وتاخذها للمشفى، هلأ رح نشوف قديش بتحبها لمرتك. عن جد يا ريتك ما قتلته لطاهر، أكيد كان رح يساعدك، بس خلص ما عاد موجود. بهيك مواقف الواحد يحتاج يكون عنده الأخ يلي بيدعمه وبيساعده، ما هيك؟ Thank you.
آسية جيت آسية حبيبي علي، متأكد إنه نفس راحت قوس فيدات؟ طالما أخذت مسدسي وراحت، فشو معناتها؟ لكن خلينا نروح عبيت فيدات، بما إنه رستو من سجن ما ضل مكان تاني لفيدات يروح عليه، بده يبين بشي مكان بالأخير قد ما تخبى. تمام، ما عنا غير هالمكان منعرفه. يلا اسندي راسك، يلا حبيبتي اسندي على مهلك. إن شاء الله ما رح يصير لكم شيء. طاهر، طاهر حبيبي، طاهر طاهر طاهر، انت عايش؟ طاهر طلعت عايش مو ميت يا روح اخوك؟ لساتك موجود يا طاهر؟ اخي قوم عني، اختنقت. طاهر فهمني شلون صار هيك، امتى لبست للسترة؟ لك أنا هدفه لفيدات، مرت أخي آسية مجرد طعم. اسمع، ما رح تروح لحالك لهنيك. بدي روح، بس خليني أعرف المكان. إذا هيك معناتها أكيد رح يتصل ورح يكون محضر لك شي فخ. طبعا تلبس سترة واقي إذا رحت. كيف هيك؟ امتى يعني؟ بس الحمد لله. اخي انا منيح طاهر، فاتت رصاصة وطلعت عادي. لك آسية؟ آسية عم تموت طاهر، مسممينها، ما في وقت. الموبايل، السلاح، كل الاغراض، هذا الكلب فيدات اخذهم مني. هلا شو الحل؟ شو بدنا نساوي؟ شو الحل؟ هذا الحقير فيدات سمعني تسجيل، قال آسية
مسممين يمكن عطينا شي إبرة، وقال إذا ما وصلنا على المشفى خلال ساعتين رح تموت. لك لوين رايح؟ على السيارة. لوين بدي روح مثلاً؟ أنت خليك هون، رايح حط مرت أخي بالسيارة وبرجع باخدك. لا حتى هدول مو نسيانن، مفجر دولي بسيارتي وسيارتك، شو بدنا نساوي هلا؟ لكان لازم نمشي يا اخي. حرك حالك يا ختيار، يلا الحقني. أخي من هون. يلا فيدات. لازمنا إذن تفتيش لنفوت على البيت. معي إذن. شلون تعرف الشفرة؟ ما بعرفها أبداً. إيه؟ 8328 ومشي الحال. شو هاد؟ هدول أرقام اسمه فيدات الحقير مريض ومغرور، ما هيك؟ فأكيد بيحط اسمه. فتشوا كل أرنبي هالبيت، يلا على السريع. الأرض منظفة عن جديد. قصدك مشان يمسحوا بقع الدم؟ مو خاطر عبالي أي سبب غيره. ولاحظ منظفين بس هي القرنة. هادي اللي خايف منه، مثل ما قلت لك، هي أكيد نفس أوسطه. إذا مقوسته لفيدات، طيب وين الجثة؟ ها؟ ونفس وينها؟ فيدات مو مقتول. الرصاصة صابته واستقرت بالحيط، واللي نظف الأرض هنيك هو نفسه طلع رصاصة من الحيط. سيدي لقينا مرة فوق. أه.
إحسان اتصلت بالإسعاف؟ اتصلت فيهم سيدي. نفس نفس، عم تسمعيني؟ رح أجن، عن جد شي غريب، شو صار؟ مو فهمان شي أبدا. أكيد نفس هي اللي قوصت، في مين نظف الأرض تحت وطلع رصاصة من الحيط وربط نفس وحطها هون، شو اللي صار؟ خذوها حطوها فوق. عايش مو؟ ايه عايش يا بيك. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس